لأننا لأجلهم ولأجل الوطن، فقد اغتنمنا شهر المغفرة لإطلاق حملتنا الرمضانية رحلات الرحمة لإفطار صائم، بتنظيم من مزن، نافذتك للصيرفة الإسلامية. ولأننا نضع مسألة إدارة الاستدامة نصب أعيننا، فإننا ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا، وإيمانا منا بضرورة التكامل مع المجتمع، كان لزاما علينا أن نبادر لأجل خلق مجتمع متكامل متكافل. رحلات الرحمة لإفطار صائم هي رحلات تجوب المحافظات والولايات، ابتداء من مسقط والباطنة، مرورا بالداخلية والشرقية والظاهرة والوسطى، حتى جبال ظفار، لتوزع صناديق مزن لإفطار صائم المعبأة بالمواد الغذائية الأساسية على الأسر من ذوي الدخل المحدود. وقد بدأت الحملة بتكوين لجان في أكبر فرع في كل ولاية، ومهمة هذه اللجان إجراء مسح ميداني لتحديد الأسر المحتاجة ووضع خطة لتوزيع الصناديق، وما إن انتهى المسح حتى انطلقت رحلات الرحمة لتزور هذه الولايات معلنة بدء الحملة. ولأننا في البنك الوطني العماني نحرص على غرس ثقافة العمل التطوعي، فقد قررنا أن تكون هذه الحملة عملاً تطوعياً بالنسبة لموظفينا، إذ يحصل كل موظف مشارك في هذه الرحلات التطوعية على إجازة مدفوعة الأجر ليوم واحد، ليمارس نشاطه التطوعي وليندمج مع المجتمع الذي يعمل به. يقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ما أجمل أن ندخل السعادة في قلوبهم، وما أجمل أن يكون هذا في شهر الخير والبركات. مزن للصيرفة الإسلامية، المسؤولية الاجتماعية لأجل تكامل اجتماعي اقتصادي.